السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي باحوال جيده وبصحه جيده. بديت لكم فلوغ معطل ومعطل بزاف، ماشي الصباح هذا ماشي العشيه، هادي 9:59 يعني العشره، هادي العشره د الليل عاد فلوغ قلت لكم، ولكن غادي تعذروني، كنت مريضه بزاف اليوم. كان صراحة شادين مصران وكان مقصحني، ما قديتش كاع نوقف ولا نوقف في الكوزينة ولا ندير شي حاجة يعني باش نفلوغي لكم. وهذا ما درت شي حاجة يعني، بقيت غير مجبدة النهار كامل، حتى من الفطور سخنت غير داكشي اللي بقى وخرج هكا راجي يجيب شي حاجة الفطور صافي. يعني ما لقيت ما فلوغي لكم، ما كانش عندي حتى الجهد، حتى فطرت عاد رجع فيا الروح شوية، حيت يمكن ما عرفتش علاش شدني، واش بالجوع ولا ما عرفت، واخا انا راه تعشيت زعما وكلشي الله اعلم. المهم انا اصلا عندي المشكل ديال المصران ملي كنت صغيره، وما كنتش معوله فلوغي بما انه ما درت حتى شي حاجه، قلت ما كاين لاش نفلوغي. ولكن دخلت كنقرا في لي كومونتير ديالكم، وانا نشوف داك التشجيعات ديالكم، كومونتيرات ديالكم زوينين، الاعجاب لي لايك ديالكم حتى هما كيشجعوني، وانا نقول ضروري 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 ندخل نسلم على البنات، نطلع عليهم باش غدا فاش تدخلوا القناه ما تلقاوهاش كتصفر، تلقاو الفيديو كما وعدتكم ديال يوميا. واخا الصراحه ما غاديش نشارك معكم شي حاجه كبيره اليوم، ولكن غير باش نشرح لكم علاش ما زعما علاش ما درتش فيديو، علاش ما شاركتش معكم الفلوغ ديال يوميا ديال رمضان. فهذا اللي كاين، انني كنت مريضه صراحه اليوم وما فلوغيتش، وما كنتش معوله فلوغي، كنت معوله غير ندخل هكا الانستغرام ونكتبها لكم، ولكن غالب البنات اللي متبعيني هنا ما متبعينش الانستغرام، فقلت حشومه هكا تدخلوا ما تشوفوش ما تلقاوش الفلوغ مع الوقت اللي كتلقاوه ديما، خاصه انا بزاف ديال الناس كيقولوا لي ولفناك ولفنا الفلوغات ديالك، ديما كنتسناو بنهار امتى تحطي الفلوغ. ف نتمنى تكونوا فهمتوني وسمحوا لي بزاف، نعوض لكم هذا النهار ان شاء الله. وصافي فطرنا الحمد لله، راجلي جمع الطبله، الدار مجموعه شويه ولكن ماشي مشكل، غادي نجمعها ان شاء الله من بعد. زياد نعستو كما راكم عارفين، زياد السيستم ديالو هو سيستم ديالو، سواء عنده لاكريس سواء ما عندوش. غدا السبت، ولكن واخا هكا كنعسو بكري في وقتو، راكم عارفين الوليدات الصغار في هاد اللاج محتاجين هكا النعاس. ونشارك معكم بعض الحويجات ديال العيد ديال زياد، حيت فاش نعستو بقيت كنقلب عليهم هكا باش نشوف شنو كاين وشنو ما كاينش، حيت غدا ان شاء الله الى كتب غادي نمشي باش نشري لي حويجات العيد، حيت مشيت ما عقلتش امتى مشيت، الويكاند الفايت يمكن، مشيت باش نشري لي حويجات العيد ولقيت داكشي عامر، والصراحه ما قلبتش مزيان، ما كانش عندي الوقت مزيان، زعما ما كانش عندي الوقت بزاف، كنت مزروبه. شفت غير اوركسترا، كانت عامره 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 هكا ديال الناس، ما خديتش راحتي كاع في التقلاب. ودزت الكورينا، بنات اكادير غيكونوا عارفينها، جات حدا اوركسترا، ما عجبني الصراحه فيها حتى شي حاجه، ماشي ستيل كاع اللي كنبغي. صافي قلت غدا ان شاء الله نمشي باش نشوف لي حويجات قبل هكا ما يجي العيد، راكم عارفين العيد ما بقى ليه والو، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله وراحة البال. هذا مكان، وإلا قديت غادي نفلوكي لكم غدا، إلا بان لي شي بون بلون، راك زعما عارفة هكا البنات كيقلبوا على حويجات العيد لوليداتهم منين ياخذوهم الأثمنة، فإن شاء الله بحول الله غدا إلا قديت نشارك معكم هادشي كامل، إلا مشيت بطبيعة الحال. وجيت نتشارك معكم الحويجات التقليدية اللي غادي نلبس زياد إن شاء الله، هما اللي غادي نلبسهم ليه، عاد غادي عاد هكا فاش نبغيو نخرجوا عشية غادي نلبس ليه داكشي غادي نمشي ليه. فالصراحة كيحمقني الوليدات باللباس التقليدي، داكشي علاش كنحرص هكا في العيد ولا الاعياد الدينية ديما نشري لي حويجات تقليدية. فوالا بنات، فبالنسبة للبسة الاولى واللي غالبا هي اللي غادي يلبس ان شاء الله بحول الله في العيد، هاد الجبادور بحال هكا، هي بالحرير زويونة رطيطبة، كانت جابتها ليه ماما فاش كان بيبي صغير وكانت كبيرة عليه، دابا يلاه غادي تجي قدو. وهاد طريبيش بحال هكا، الرزه الرزه قال لك اسيدي، وكما شفتوا باش عجبني ان هاد الرزه كتشبه لهاد السفيفه هادي، نفس اللون تقريبا، نفس اللون،
وعاد الشريبيل ولا البلغه، ها هي البليغه ديالو. درت ليه هاد لاستيك بحال هكا، ديتها عند الخياط، صوبت ليها هاد لاستيك باش ما تبقاش تطيح لي. راكم عارفين الوليدات الصغيورين دغيا داكشي ما كيقدروش على البليغه. صافي، هذه هي اللبسه الاولى اللي غالبا غادي نلبسها لي. وعندو واحد اللبسه اخرى تقريبا جديده، هذه عمرو لبسها، جاتو من الحج، جاتو كادو من عند مرت لوسي. صراحه زوينه حتى هي، وخاصه انها جايه من الحج. راكم عارفين الكادوات اللي كيجيونا من الحج كيكونوا عزازين. انا دايره ركبتي باش نجبدها كما قلت لكم. هذه عمرو لبسها، بلاتي نحيد هادو. هذه عمرو لبسها بقى جديده، ها هي كيفاش كتجي فيها الديطاي بحال هكا، وتوبها زوين برد فن، ماشي داك التوب السخون. هذا خيط ورطيطب فريمون فن، حمقاتني انا هذه بحال هكذا، وهكا كتجي طويله. المهم دوك لهذا اش كيسميوهم، ما عرفتش شنو سميتها الصراحه، مشات لي سميتها. المهم فيها جويبات بحال هكا من هنايا، ها نتوما الجيوب قال لك الجيوب ديال الفيران. صافي، والصراحه هذه محال شوش غادي يلبسها هذا العيد، حيت كبيره كما شفتوا راه طويله. غالبا هذه ان شاء الله حتى العيد الكبير غادي نقيسها ليه. وبطبيعه الحال فاش غادي نلبسوا هادشي نهار العيد راه غادي نصوروا لكم، نصوروا لكم هكا سواء في الانستغرام سواء هنايا في اليوتيوب. مهم، وصافي غير جيت هكا نتشارك معكم افكار اللي تقدروا، اللي باغيه تشري الوليدات هكا حويجات هكا تقليديه. فانا الصراحه كيحمقوني الوليدات هكا في الاعياد الدينيه اللي لبسوهم هكا حويجات تقليديه، باش حتى هما يكبروا بداك داك التقاليد ديالنا، يعرفوا بلي هذاك راه عيد ديني، وزعما بحويجات صغار كنقدروا بحويجات صغار هكا كنقدروا ندخلوا لهم بزاف ديال المعاني اللي حنايا كبرنا عليهم. صافي، الصراحه جيت غير نتشارك معكم هادو بما انني كنت كنقلب نشوف شنو عنده شنو ما عندوش. فوالا بنات، هذا مكان، سمحوا لي على هذا الفلوج اولا هذا الفيديو اللي مزروب وما شاركت معكم حتى شي حاجه مفيده، سمحوا لي بزاف. نعوض لكم ان شاء الله هذا النهار، عارفاكم غادي تفهموني، عارفاكم غادي تعذروني. فراكم عارفين الواحد فاش ما كيقدرش على شي حاجه راه ما كيقدرش عليها. الصراحه دوزت النهار غير متكيه بما انه كان مقصحني المصران. البنات اللي عندهم المشكل ديال المصران غادي يعرفوا فاش كيشدوا، فاش كيشد زعما راه كيشد. واخا انا راه شحال هادي، راه مده هادي ما شدني حتى حتى البارح بالليل، واليوم كامل حتى فطرت عاد وليت بخير كان فيه الجوع. هذا مكان حبيباتي، كنقول لكم تهلاو ليا فراسكم كاملات، كنبغيكم كاملات، شكرا على الدعم ديالكم. واخا ما كيكونش فيا ما ينوض يصور، كنقول غادي نوض نصور، فريمون كتحمسوني واحد الحماس بزاف والله العظيم. شكرا لكم كاملين كاملين كاملين. صافي، هذا المكان غادي نقول لكم نهاركم مبروك بما انكم غادي تشوفوا هذا الفيديو غدا ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم حتى نتلاقاو في شي فلوق بعقلو ماشي بحال هكا. تهلاو ليا فراسكم بزاف، نهاركم مبروك، كنبغيكم بزاف بزاف، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. خليتكم على خير، السلام عليكم.